خصومه. الإمام ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار يقول جاء رجل يسأل الإمام الشيخ المستفتي: يا شيخ لقد زنيت بامرأة وقد حملت مني بالحرام. قال للشيخ: يا خرابك، لماذا جعلت العقوبة عقوبتين، عقوبة الزنا وعقوبة الحمل؟ لماذا لم تعزل عنها حتى لا تبوء بإثم الولد فوق إثم الزنا؟ فقال: يا شيخ بلغني أن العزل مكروه. قال: يخرب بيتك، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام. مثل هؤلاء كمثل الرقاصة اللي قبل تطلع المسرح: يا رب وفقني أهز كويس، يا رب أسألك أن أؤدي واجبي وإتقاني في العمل. بعدين راحت الحج ورجعت ورقصت، فلما رقصت قالوا الحشاشة: متعينا يا حقه. هذه الأجواء هي أجواء ستار أكاديمي.